مرحبا. هلاو، شلونك؟ الحمد لله، انت شلونك؟ حلو صوتك، جميل. شكرا. صوت مذيعة تلفزيونية او مطربة؟ تسلم، اني بالجوقة. الله والله يا جوقة. ام المعونة. ها؟ ام المعونة سابقا. ماريان، اذا احكي لي شوي عن نفسك، عن عملك، عن هواياتك، وعن هذا الجوقة اللي تحكي لي عنه. تمام. اني ماريان حنة، طالبة بجامعة علوم رياضيات صلاح الدين. حلو. وهواياتي الطبخ، فنانة. زين، ليش الطبخ وتضحكين؟ يعني الطبخ ضروري. مو هسه بهذا جيلنا مو ما يعرفون الطبخ. والطبخ فن راقي وضروري، لأنه لولا الطبخ لما ظهرت مجتمعات قوية ومجتمعات سليمة، لأنه فعلا المجتمع العراقي عنده طبخات صحية وتعطي طاقة وقوة للإنسان، مو صح؟ فإذا احنا كل حياتنا وكل صحتنا بيد اللي يطبخون. اي نعم. طيب سيف، احكي لي شوي عن نفسك. سيف من العراق، 20 سنة، طالب صيدلة، وهواية كرة القدم. والهوايات الربح ما عندك؟ جاي اليوم متشوق هالشيء. متشوق؟ نعم. انت شو تقولين ماريان؟ يعني كلش متشوقة، ان شاء الله ان شاء الله تفوزين. شاء الله. اليوم صفر، بس اريد من عندكم حماس، لانه هم كانوا صفر بالحلقه السابعه. ان شاء الله. ما صعدوا الا بالجوله الرابعه والخامسه واخذوها. ان شاء الله. ما فازوا باسئله السرعه، واليوم اجوكم دي يتحدوكم، فتحدوهم بقوه. ان شاء الله. اذا ايد ورا الظهر. نعم. وايد على الطاوله، وخلي نسال السؤال الثاني. سيف ركز وياي. السؤال يقول: سمي لعبه يفضل العراقيون لعبها. عافية. يلا هسه براحتك بهدوء، سمي لعبة يفضل العراقيون لعبها. طبعا هي لعبة الأجداد، وأغلبها يلعبوها برمضان هواية، اللي هي المحابس. شنو انتي؟ المحابس؟ عبالك مو ببالي. خلي نشوف المحابس. الله، أحلى جواب وأفضل جواب، ومبروك على هذا الجواب. تفضلي ماريان، تفضل سيف، خلنا نجيكم عائلة كريم وتجاوبوني. إذا كملوا ما بدته ماريان. رامي، أنت شو تقول؟ اذكر لي لعبة يفضل العراقيون لعبها. قالت المحابس وأخذت أعلى احتمال، أنت شو تقول؟ كرة قدم. كرة القدم. خلنا نشوف العراقيين يحبون كرة القدم. كرة القدم موجودة، ولكن ثالث احتمال 18 نقطة. أوديش. أوديش مو أوديش ولا نعم. أوديش. اسمي أوديش. أوديش. نعم. أوديش، شو تقول أي لعبة يفضل العراقيين لعبها؟ الدومنة، يلعبون الدومنة. دومينو. دومنة. بالكافتريات اكثر شيء يلعبوها. انت تلعب دومنا؟ اي العب دومنا. تلعب ازنيف، عدله، طيره؟ ما اعرف، هي هاي العاديه العب دائما، ما اعرف العاديه اللي 101 او 151. 151. 101 يعني هاي 2 ب 2. دومنا، دومينو.